اخبار حضرتك ايه يا دكتور؟ انا متابع مع حضرتك، واخر كشف كان من 6 شهور، عندي صداع مستمر والان سخونيه شديده في الراس باستمرار. تمام، نتكلم على اسباب الصداع المستمر. ايه اللي يخلي الواحد عنده صداع مستمر؟ هل في اسباب تخلي الواحد عنده كل يوم صداع؟ ممكن طبعا. اشهر انواع الصداع على الاطلاق الصداع التوتري، اللي هو توتر وقلق وعصبيه وانفعال وتفكير واجهاد في الشغل ومجهود ومشاكل البيت ومشاكل العيال ومشاكل الاسره. ايه اللي بيحصل؟ صداع محزم الدماغ، ضاغط على دماغي كلها، نازل على عينيا، مش قادر افتح عينيا من الصداع، يزيد اكتر على اخر اليوم. تاني انواع الصداع اللي ممكن يتكرر بشكل يومي الصداع النصفي او صداع الشقيقه، وده بيجي على ناحيه واحده. نلاقي ناحيه واحده الصداع شغال فيها نبض 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 شغال طول الوقت. النبض ده ممكن يبقى معاه ميل للقيء، ممكن يبقى معاه ترجيع، ممكن يبقى معاه زغلله في العين، ممكن اشوف حاجات بتنور وتطفي قدام عيني، ممكن اشوف سحابه سوداء قدام عيني. ممكن يبقى ناحيه واحده وممكن يبقى الناحيتين. والنوعيه دي من الصداع يا جماعه الحقيقه بتبقى شديده جدا لدرجه انها ممكن تعوق حياتي، يعني تاثر على حياتي، تاثر على اليوميات بتاعتي. في انواع ثانيه من الصداع ممكن تيجي بشكل يومي كتير، ولكن دول اشهر نوعين. الحل ايه؟ لازم ارجع لدكتور المخ والاعصاب يحدد نوع الصداع اللي عندي، وبناء على نوع الصداع اللي عندي اقدر اقرر ايه اللي مطلوب بالظبط. ممكن جدا ان انا احتاج اعمل رنين مغناطيسي على المخ لو الصداع ما بيستجبش للادويه. لازم اطمن على قاع العين، اعمل قاع عين واطمن ان مفيش ارتشاح على العصب البصري، اطمن على ان النظر كويس، اطمن على ان الرؤيه كويسه، اطمن على ان ضغط الدم كويس، اعمل صوره دم كامله. الحاجات دي كلها مهمه عشان اعرف سبب الصداع ايه. عرفت السبب اعرف اعالج على طول. معايا صديقه بترجع وصداع وسط الراس، هل هذه علامات ايه؟ يا جماعه زي ما اتفقنا الصداع اللي معاه ترجيع بيحتمل كذا احتمال. اول احتمال انه يبقى صداع نصفي اللي هو صداع الشقيقه اللي اتفقنا ان هو بيبقى معاه ترجيع. تاني احتمال اللي بنخاف منه ان يكون فيه ارتفاع في ضغط المخ. ارتفاع ضغط المخ ممكن يبقى معاه، لو لا قدر الله في عندنا اي مشكله في المخ ممكن يبقى معاه ترجيع، وبالتالي الافضل ان احنا نعمل اشعه، نكشف الاول، نعمل اشعه على المخ عشان نطمن.